يا بيتا عز به نبينا وظلال نوره أنار به قلوبنا. رسائلنا من مكة تكرمت وزمزم يشفى به عليلنا. رسائل الحرمين إخلاص ويقين لله رب العالمين، لله رب العالمين. يا بيتا عز به نبينا وظلال نوره أنار به قلوبنا. رسائلنا من مكة تكرمت في المسجد النبوي الشريف، تشتم طيب روائح الصحابة، تكاد تسمع أحاديثهم ومسامرتهم، ترى حركاتهم وأثر خطواتهم العارية على صفحات هذه الأرض المباركة. يا من بناك نبي الله خليله بطيبة رسائل نور أشرق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي به نسعد ومن أجله نحن نقدم هذا البرنامج، برنامج رسائل الحرمين في مسجده وبقلب مسجده الذي بناه في المدينة المنورة. أرحب بكم في هذا العدد الجديد من برنامج رسائل الحرمين. زياراتنا لا تزال متواصلة ومفاجآت جميلة دائما نقدمها لكم من أرض الحرمين الشريفين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة المكرمة. تابعونا. لله رب العالمين. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بجوار الروضة الشريفة. في هذا العدد سنكشف لكم أسرار عجيبة جدا وأسرار جديدة تكتشفونها لأول مرة معنا في برنامج رسائل الحرمين، أسرار الروضة الشريفة وأسرار الحجرة النبوية الشريفة. من يدخل الحجرة النبوية الشريفة؟ كيف هو تصميم الحجرة النبوية الشريفة مع التوسعة، توسعة السعودية؟ كيف تغير حال هذه الحجرة؟ كيف هي حال القبور الموجودة داخل الحجرة النبوية الشريفة؟ كلها أسرار عجيبة سيكشفها لنا الشيخ فايز الفايز، الذي أسعد باستضافته في وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرفتني الشيخ، أهلا وسهلا. إحنا أولا نرحب فيكم في المسجد النبوي الشريف، ونتشرف بالحضور معكم وإعطائكم نبذة عن الروضة النبوية الشريفة. الكثير يسأل عن الحجرة النبوية وحقيقة الحجرة من الداخل، وهل هناك الذي يدخل داخل هذا الشبك؟ هل هو يشاهد القبر النبوي الشريف؟ حنشاهد الحقيقة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا الحاضر. فبداية، الحجرة النبوية الشريفة كانت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، بعد ما أسس المسجد النبوي كانت توجد أرض جوار المسجد من الجهة الشرقية، هذه الأرض للحارثة ابن نعمان الخزرجي، لأنه رضي الله عنه، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين كان نزوله عند أبو أيوب الأنصاري خالد بن سعيد. ففي ذاك الوقت تبرع الحارث ابن نعمان رضي الله عنه بهذه الأرض من الجهة الشرقية جوار المسجد للرسول عليه الصلاة والسلام لكي يبني سكنة لزوجاته أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم جميعا. فكانت معه عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها. ف
فبنى حجرتين، حجرة لعائشة رضي الله عنها، وشرقا عنها حجرة لسوداء بنت زمعة رضي الله عنها أمهات المؤمنين. فالحجرات كانت من جريد النخل وعليها مسوح الشعر. حجرة مساحتها تقريبا 7 ذراع ب10 ذراع، تقريبا 3.5 متر في 5 متر، ارتفاعها تقريبا حدود 2 متر أو 1.5 متر تقريبا. ثم بعد ذلك بقيت الحجرات في مؤخرة جوار المسجد، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس، فالمسجد كان له باب في مؤخرة جوار المسجد وبابا في طبعا في ذاك الوقت، فتحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، فأصبحت الحجرات في مقدمة جوار المسجد، بعد ما كانت في المؤخرة أصبحت في مقدمة جوار المسجد. فبقيت الحجرة على هذا إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. وفاته عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين كانت في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خارج المسجد في الركن الجنوبي الغربي للحجرة. وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين على سرير خشبي متواضع. عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت صدمة قوية جدا بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والبعض لم يصدق أنه قد توفي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه حضر من مزرعته بالعوالي مسرعا ودخل الحجرة ابنته عائشة رضي الله عنها، فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام مغطى مسجع على سرير خشبي متواضع. فرفع الغطاء عن وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، فداه أبي وأمي والناس أجمعين، وقبل جبينه الطاهر عليه الصلاة والسلام، فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم غطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام، ودخل رضي الله عنه إلى المسجد، فأشار، فكانت أصوات الصحابة رضوان الله عليهم مرتفعة، فأشار إليهم بالهدوء وصعد إلى المنبر وقال كلمته الشهيرة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم بعد ذلك تلا الآيات التي في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ورواية أيضا تلا الآية التي في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال له عمر رضي الله عنه رواية: هل هي في كتاب الله؟ قال: نعم. فخر عمر صاعقا. ثم غسل عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، لم يحرك من مكان هذا السرير، غسل في هذا الموقع. والذين غسلوا عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعباس رضي الله عنه، والفضل بن عباس رضي الله عنه، وقثم بن العباس رضي الله عنه، وشقران مولى الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وأسامة بن زيد رضي الله عنه، وأوس بن خولي رضي الله عنه. وكفن عليه الصلاة والسلام بثلاث ثياب، ثم صلي عليه جماعات جماعات، لم يحرك من مكانه. بدأ الرجال ثم النساء ثم الصبيان، احتاروا في قضية الدفن، هل يكون الدفن في البقيع؟ فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما قبض الله نبيا إلا ودفن مكان ما قبض. فأبعد السرير وحفر في موقع هذا السرير القبر لحد نزولا ثم الدخول إلى الداخل. فالوجه الشريف عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين جهة القبلة، والرأس الشريف عليه الصلاة والسلام جهة الروضة، والقدمين الشريفتين عليه الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين جهة البقيع، والقبر رملة حصبة حمراء ليس له غبار. ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها ما كان لها منزل إلا هذا المنزل، فكانت تسكن في نفس الحجرة، فوضعت ستارة بينها وبين القبر النبوي الشريف. ثم بعد ذلك توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فدفن فأوصى بأن يدفن جوار الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفن جوار الرسول عليه الصلاة والسلام، فأصبح رأس أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند كتف الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تقدمت الستارة بعد قبر أبو بكر رضي الله عنه، فكانت أيضا تسكن في نفس الحجرة عائشة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جدد الحجرة لعائشة رضي الله عنها وبناها لها من الطين اللبن. ثم لما طعن عمر رضي الله عنه استأذن عائشة رضي الله عنها فأذنت بذلك، ودفن جوار الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأصبحت قدمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجاورة للأساس من الجهة الشرقية. ثم بعد ذلك بنت عائشة رضي الله عنها جدار من الطين اللبن بينه وبين القبور. فبعد ذلك كانت تسكن بمسافة تقريبا 72 سنتي في 5 متر. ثم بعد ذلك بقيت الحجرة على هذا حتى وفاة عائشة رضي الله عنها. توفيت عائشة رضي الله عنها عام 58 هجرية تقريبا، فأغلق باب الحجرة، لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة من عام 58 هجرية تقريبا إلا في عام 88 هجرية. فحجرة عائشة رضي الله عنها مغلقة، ولكن بقية الحجرات كانت أبوابها مطلة على المسجد، فكانوا الناس في صلاة الجمعة يزدحموا ويدخلوا داخل الحجرات.
فشاهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله حينما زار المدينة للحج وزار المدينة شاهد ذلك، فلما رجع إلى دمشق أرسل خطاب إلى عمر بن عبد العزيز يوضح له رحمه الله بالتفاوض والتوسع من الجهة الشرقية. فبعد مفاوضات وافق على البيت، فأزال عمر بن عبد العزيز رحمه الله جميع الحجرات إلا حجرة عائشة رضي الله عنها. انتهى عمر بن عبد العزيز من هذا العمل تقريبا عام 91 هجرية تقريبا أو 90 هجرية، لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة بعد هذا العام إلا في 14 شعبان 881 هجرية. بعد لم يدخل أحد أبدا أبدا، لم يدخل أحد. ثم بعد ذلك في هذا العام حصل في تصدع في الجدار الخماسي بالركن الشمالي الشرقي، فأصبح التصدع يزيد، فكانوا يأتوا بالأجر الأبيض ويغلق في هذا التصدع، ولكن بدأ التصدع يزيد حتى سمعوا صوت عظيم من الجهة الشرقية، فشوهد من خلال هذه الفتحة أن الجدار الشرقي للحجرة مائل منسند على الجدار الخارجي، فاجتمع الوالي والعلماء وقرروا إعادة بناء الجدارين. فتح الجدار ودخل من الركن الشمالي الشرقي، فدخلوا وأزالوا الجدار الشرقي ثم الجدار الشرقي للحجرة والجدار الشمالي ثم الجدار الشمالي للحجرة، فانكشفت الحجرة من الداخل. هذا أول دخول للحجرة بعد أكثر من 790 سنة. سبحان الله. فكان من ضمن اللجنة التي دخلت إلى الداخل وشاهد الحجرة من الداخل ووضع وشرح وضع الحجرة من الداخل صاحب كتاب وفاء الوفاء نور الدين بن علي السمهودي رحمه الله، المتوفى 911 هجرية رحمه الله، يقول: لقد شممت رائحة لم أشمها من الطيب من قبل. ثم بعد ذلك مسك أرضية الحجرة بيده فقال: إن أرضية الحجرة رملة حصبة حمراء ندية ليس لها غبار. ثم يقول: لا يوجد تسليم للقبور، مع الزمن هابط القبور. ثم بعد ذلك طبعا يقول: يوجد تسليم في وسط الحجرة ولعله قبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قام يقول أن أرضية الحجرة تنزل عن مستوى أرضية المسجد بمسافة ذراع ونصف 60 سنتي، السبب لأن الحجرة مغلقة والجدار مغلق، فالزيادة مع الزمن خارجية. ثم بعد ذلك يقول: الحجرة 7 ذراع ب10 ذراع، 3.5 متر في 5 متر تقريبا. ثم بعد ذلك أغلق الجدار الأول وأغلق الجدار الثاني وألصق الجدارين ببعض، ثم بعد ذلك أصبحت الحجرة من نفس الحجارة أغلقت. ثم بعد ذلك أصبحت سماكة الجدار سابقا كانت من 3 جهات تقريبا 73 سنتي، من الجهة الشرقية 63 سنتي، لكن بعد إغلاق الجدارين ولصق الجدارين ببعض بعد ذلك من الجهة الشرقية والجنوبية والغربية، ولكن كما هو الجدار من الجهة الشمالية على شكل رأس مثلث، فأصبحت سماكة الجدار 1.5 متر أو بعض الأماكن أكثر من 1.5 إلى 1.80 متر. ثم بعد ذلك شالوا السقف الخشب اللي موجود على الحجرة ووضعوا مكانه قبة من الخشب، وكانت القبة من الحجارة السوداء ثم كملوها من الحجارة البيضاء، ثم جعلوا القبة من الخشب وجعلوا فيها نافذة تهوية للقبة من جهة القبلة. ثم القبة ارتفاعها تقريبا 8.5 متر، قبة الخضراء؟ لا، قبة أخرى تحت القبة الخضراء، تحت القبة الخضراء. ثم بعد ذلك سوف نتحدث، لم تكن موجودة القبة الخضراء، لم تكن موجودة. ثم بعد ذلك هذه القبة ارتفاعها تقريبا 8.5 متر. ثم بعد ذلك أغلق الجدارين كما قلنا وانتهوا من العمل في 7 شوال 881 هجرية. من 7 شوال 881 هجرية إلى يومنا الحاضر لم يدخل أحد إلى داخل الحجرة، ولا أحد. ألا ولا أحد. سوف نتحدث كيفية الدخول من الداخل. ما أطيبها وما أجملها من مشاعر حينما تتجول بين أزقة المدينة المنورة وبين جدران مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجتمع عبق النبوة وعبق الرسالة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام. رحلاتنا لا تزال متواصلة في أرض الحرمين الشريفين، تابعونا.